كمان امبارح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل اجتماع عاجل أعلن فيه التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الحماية الاجتماعية واللي هيستفيد منها أكثر من 9 مليون أسرة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عقد اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية التي تم مدها حتى نهاية عام 2022 تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال شهر رمضان نجحت خطة الحماية الاجتماعية في تقديم دعم لثمانية ملايين أسرة بقيمة بلغت 2 مليار جنيه، وركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولى بالرعاية. وقد تم التوافق على تقسيم الجهود في الثمانية شهور القادمة على 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، وذلك بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف، كل طبقاً لخطة عمله السنوية. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم 5 مايو في 27 محافظة من محافظات الجمهورية. كذلك تم الاتفاق على مستهدفات الفترة القادمة من قبل كافة الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوى 27 محافظة، ومن ثم تم عمل رؤية موحدة لإجمالي هذه الجهود داخل خطة تركز على متابعة الدعم الغذائي والنقدي والرعاية الصحية بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي. ومن المتوقع أن يستفيد خلال 8 أشهر القادمة ما يزيد عن 9 ملايين أسرة على أن يتم التعزيز على خطة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإشراك عدد أكبر من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية بهدف الوصول للمزيد من المواطنين الأكثر احتياجاً ودعم خطة توطين التنمية في كافة محافظات مصر. وعلى التوازي اتفق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مسودة عمل خاصة بالتعديلات التشريعية المقترحة التي من شأنها مساندة مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة جهودها بشكل أكثر مرونة وفاعلية. كما اتفق أعضاء التحالف أيضاً امتثالاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة بداية فتح حوار سريع بالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتقديم ومناقشة تلك المسودة وفتح حوار مجتمعي موسع بصددها خلال الأسابيع القادمة.